مشاهدينا الكرام، طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بندوة جديدة لطلاب الصف الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي. سنتناول في هذه الندوة الحوارية ونعتبرها ندوة امتحانية، نتطرق فيها إلى مهارات الكتاب الذي بين أيدينا. ولكن اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفي الآنسة فادية قمر الدين المدرسة في أهلا تربية حماة، والأستاذ محمد قزيحة المدرس في تربية طرطوس. أهلا أهلا وسهلا. وسهلا نعم ومرحبا أهلا بكما. وسهلا بك. كما يسرنا أن نجيب على اتصالات أبناء الطلاب على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نبدأ من عندك آنسة فادية، يعني نحن على أبواب الامتحانات والطلاب اليوم يجهزون أنفسهم طبعا في المواد كلها، ولكن نحن في صدد مادتنا، مادة اللغة العربية. نعم، يعني كيف يحضر الطالب وكيف ينظم أفكاره لدراسة هذه المادة؟ طبعا بداية وفي نهاية العام ومع اقتراب الامتحان النهائي لطلاب الشهادة الثانوية، يجب أن يكون الطالب خلال العام قد درس المنهاج كاملا تمام. ووقف عند كل قصيدة من قصائده وحلل كل قصيدة من قصائده، فعليه الآن أن يقوم بمراجعة هذه القصائد وأن يدرس ويتعلم تحليل القصائد. هذا كان قد درسه خلال العام، نعم. والآن هي مراجعة مع تطبيق بعض المهارات للمنهاج. فكتاب الصف الثالث الثانوي يتضمن عدة وحدات، ويقف عند عنوان كل وحدة نعم. ويبدأ بدراسة وتحليل القصائد ويفهم الفكرة العامة لكل قصيدة والفكرة الرئيسة والفكرة الفرعية، ويقوم بتطبيق كما قلت بعض المهارات على هذه النصوص، كأن يستخرج مثلا المحسنات البديعة، يتعلم هذه المهارات التي اكتسبها عبر تمام. السنوات السابقة، يقوم بإخراج أو استخراج الخبر والإنشاء، وأن يتعلم مهارة تحليل الصور البيانية مع وظائفها، وهذا ما سنتوقف عنده بعد قليل، وأن يراجع كل وحدة ويكون قد تعلم كيفية كتابة الموضوع الأدبي وكتابة المقالة حتى يتعامل مع الورقة الامتحانية بكل سهولة وبأريحية تامة. نعم، يعني اليوم في عقل طالبنا ازدحام بين المواد كلها، نعم ولكن إذا قلنا كيف يدرس مادة اللغة العربية بالإضافة إلى هذه المواد، يعني يمكن أن ينظم وقته، يعني يتناول هذه، أستاذ محمد، يعني هذه المادة على جرعات يعني خلال اليوم، يعني كل ما مل مثلا من مادة علمية يقوم بدراستها، يعني يمكن أن يدرس لدقائق، كونه كما تحدثت الأنسة فادية، يعني هي مراجعة، درس نعم خلال العام كل هذه المهارات وتمكن منها، هي فقط استذكار وتثبيت لهذه المعلومات. ما رأيك أستاذ محمد؟ نعم أبناءنا الطلبة على امتداد ساحة وطننا الحبيب، مرحبا بكم. ندوتنا هذه تعتبر استكمالا لما بدأناه من ندوات سابقة. نعم. ما تفضل به الدكتور وما تفضلت به الآنسة كان من الجدير نعم. بالطلاب أن يعوا ما يقرؤونه خلال العام، أن يفهموا قصائد الكتاب، أن يتطرقوا إلى كل المهارات الموجودة في الكتاب. تمام. نعم، على الطالب أن يفهم النص ويعيه وعيا كاملا، عليه أن يلم بكل ثنايا النص، أن يفهم البنية الفكرية تماما، أن يحدد الفكرة العامة للنص، أن يحدد الفكرة الرئيسية للنص، أن يحدد فكر النص الفرعية، وبالتالي يلم بالمعنى والفحوى العام لهذا النص، وبالتالي يستطيع أن يجيب على أي سؤال يطرح عليه في الامتحان. نعم نعم أستاذ محمد، يعني نحن لدينا توصيف في وزارة نعم التربية، يعني يضبط ورقة الأسئلة، وكما تفضلت يعني على الطالب أن يقرأ هذه النصوص قراءة فاهمة، متأنية نعم واضحة. نعم فاهمة، وكما درسها خلال العام يعني نعم وبمساعدة مدرسه، نعم وتم تحليل هذا النص من خلال البنية الفكرية الموجودة من أسئلة، وربما يضيف عليها المدرس أكثر من سؤال، وأنتما مدرسان في الميدان التربوي، بالإضافة إلى المستوى الفني، نعم أليس نعم كذلك؟ نعم نعم. بداية على الطالب أن يقرأ النص كما قلت قراءة متأنية. كما نعلم أن السرد الامتحاني للورقة يأتي على الشكل الآتي: بداية هناك خيارات، سؤال الخيارات، على الطالب أن يفهم النص جيدا. نعم. السؤال الأول قد يكون ضد، قد يكون مرادف، قد مهارات يكون لغوية مهارات تقصد؟ لغوية، قد يكون نعم. مثنى، قد يكون جمع.
الخيار الثاني قد يكون فكرة عامة ومسمى، نعم تتطرق الخيارات إلى معاني النص بصفة عامة. بعد ذلك هناك أسئلة تتعلق بالبنية الفكرية للنص، أسئلة فهمية تتعلق بالنص. على الطالب هنا أن يحدد السؤال، أن يقرأه جيدا، أن يفهم السؤال، أن يقرأه بتمعن مرة واثنتان وأكثر حتى، وبعد ذلك يأخذ قرار بالإجابة. يعني تقصد نعم أستاذ محمد، يعني عندما أنت مباشرة بدأت بالورقة الامتحانية، نعم الورقة الأسئلة أو الورقة نعم الامتحانية تبدأ يعني كما هو معتاد بالخيارات. بخمسة أبيات. نعم 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 خمسة نعم أبيات طبعا، ويجب على الطالب أن ينتبه، هناك بعض الكلمات التي تكون مشروحة على يسار هذه نعم الأبيات. الكلمات الغريبة بالنص. نعم 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 تمام، كلمات غريبة يعني أن بالنص. يقرأ النص قراءة فاهمة مرة ومرتين، حتى لو كان قد حفظها سابقا، يعني الآن هو أمام خمسة أبيات فقط في ورقة الامتحان، يدرسها دراسة فاهمة وبتأني، ومن ثم ينطلق إلى الأسئلة التي تتحدث عنها، وهي الاختيار من متعدد. نعم، بعد ذلك كما قلت هناك أسئلة تتعلق بالنص، قد يكون اذكر مؤشرين، قد يكون وضح، قد يكون ماذا قصد الشاعر. هنا كما قلت يحدد الطالب السؤال ويفهمه جيدا، وبالتالي يأخذ قرار بالإجابة. بعد ذلك لدينا السؤال الموازنة، وهنا قد تخلق إشكالية عند البعض. نقرأ السؤال جيدا، نقرأ البيت المراد موازنته مع البيت الموجود في القصيدة، نأخذ قاسم مشترك بين البيتين، نفهم معنى البيتين جيدا، وبالتالي نقوم بالموازنة. بالتشابه كلا الشاعرين تحدث عن بعد قليل كذا. نعم سنعرض على نعم الشاشة هذه وبنسمى الأمور، نأخذ ولكن نحن الآن نستعرض يعني نستعرض. نعرض نعم ذلك نعم على الشاشة مباشرة. أستاذ محمد، موجود لدينا موازنة نعم أو نموذج للموازنة، نعرضه الآن. نعم، كونه عرض على الشاشة. مثلا لاحظ هنا، هذا مثال موازنة. قال الشاعر بدر الدين الحامد: حرام علينا أن ننال لبانة، وهذا الزمان النكد صال صلى وجال. وجال. نعم وقال الشاعر بن زيدون: إن الزمان الذي ما زال يضحكنا، أنسا بقربهم قد قد عاد عاد يبكينا. يبكينا. نعم نعم، الموازنة بين البيتين كما نلاحظ كلا أستاذ الشاعرين محمد. تحدث عن الزمن، كلاهما تحدث عن قسوة الزمان، كلاهما تحدث عن معاناة الحب، كلاهما تحدث عن فراق المحبوبة. نعم، إذا طبعا يكتفي هذه الطالب أستاذ يكتفي محمد بوجه واحد. بوجه واحد، نعم ولكن عليه أن يكتب أكثر من وجه، ربما لا مانع من ذلك. نعم ربما أخطأ في نعم الوجه الأول. تمام. طيب بعد ذلك نأتي إلى الاختلاف بين الشاعرين. لاحظ مثلا بدر الدين الحامد: الزمان نكد، أما ابن زيدون: الزمان متقلب بين الضحك والبكاء. نعود إلى بدر الدين الحامد: أقر بمنع نيل الرغبات، أما ابن زيدون: أقر بإضحاك الزمان له تارة. وبدر الدين الحامد يقول: الزمان صال وجال، أما ابن زيدون: الزمان يضحك ويبكي. الزمان عند الحامد لا يلبي رغباته، أما الزمان عند ابن زيدون فهو متقلب. نعم. إذا أستاذ محمد، يعني الآن هذا نموذج يعني لموازنة بين بيتين، طبعا هذا يأتي بأسئلة البنية الفكرية، ولكن دعني أعود من البداية فقط لنؤكد، يعني نحن الآن على الأبواب الامتحان، والطالب يعني ربما يكون يعيش في حالة من القلق والتوتر، وكيف يدرس هذه حالة طبيعية. المادة، يعني نعم. هو من المفترض أن يكون قد تدرب على تمام. نماذج امتحانية خلال العام نعم. الدراسي حتى لا يتفاجأ ب هذا النموذج. نعم. إذن عليه أن يدرس هذه الأبيات دراسة فاهمة دقيقة يعي معناها. طبعا هو بالطبع هو قد درسها سابقا، درس النص كاملا، وكما تفضلت الآن وأيضا تحدثت أنت أستاذ محمد، يعني طال استخرجنا الفكرة العامة والفكر الرئيسية. نعم. وأيضا الفكر الجزئية لكل بيت. نعم نعم, نعم. حلل النص تحليلا كاملا تماما، فعلى الطالب الآن أن يقرأ هذه الأبيات نعم. قراءة فاهمة، و كما تحدثت يعني ينطلق في الاختيار من متعدد، يعني نعم. قد يقع هناك لبس لدى الطالب في الاختيار من متعدد، فعليه يعني نعم تفضلي يا انسه. بعض الطلاب دائما يترددون في الاجابه على الاختيار تماماً. المتعدد. الاختيار المتعدد هو سؤال يعتمد على الفهم العام للنص تماما. بعد ان يقرا الطالب النص قراءه متانيه، يتفهم معاني الابيات، وبعد أن يقرأها بتحليل، وهو كان قد ورد عليه النص في الكتاب المقرر، فهو تمام. بين يديه خمسة أبيات. نعم. كل بيت له فكرة،
فبعد قراءة النص يستطيع أن يجيب عن الأسئلة المطروحة أو الاختيار من متعدد بعد أن يكون قد حلل هذا النص تحليلا كاملا. فمثلا عندما نقف عند الفكرة العامة للنص، الطالب سيتعامل مع الأبيات الموضوعة بين يديه نعم، في ورقة الامتحان وليس النص في الأساسي تمام. الذي وجد في الكتاب نعم. إذن وإنما مع الأبيات الخمسة الموجودة بين يديه نعم. أو الموضوعة بين نعم. يديه. تأكيد على كلامك أنسي فادي نعم. تسمحي لي، يعني أحيانا يكون نص مؤلف من مقطعين. مقطعين أيضا، يعني لو تتبعنا يعني الآن معكم نماذج امتحانية يعني نعم. لو تتبعنا ذلك، يعني مثلا يقول الفكرة العامة للنص السابق ممكن تكون فكرة فكرة رئيسة مثلا فكرة المقطع للمقطع. الأول أو المقطع الثاني نعم. إذا كان نعم. نعم. إذا كان النص مؤلف من مقطعين. هي فكرة الأبيات ككل نعم. واحد متكامل إذا كان النص نعم. كامل، أما نعم. نحن نشير هنا إذا كان النص مؤلف من مقطعين مقطعين, من مقطعين نعم. نعم. فلكل مقطع له هناك فكرة رئيسة فكرة نعم نعم فكرة رئيسة تماما لكل مقطع تماما إيه. وأيضا يعني ممكن أن يرد سؤال مثلا يحدد البيت، يعني مثلا فكرة بيت، ما المعاني التي وردت مثلا في بيت كذا أو نعم. إشارة إلى أو نشر إلى البيت الذي نعم. تتضمن فكرته ما يلي مثلا تماما نعم. هنا يجب على الطالب أن يتقيد بالسؤال الموضوع بين يديه، مثلا كأن يقول أو أن يحدد من المعاني التي وردت في البيت الثاني نعم. يجب أن يقرأ الطالب البيت الثاني حتى وأن يكون لو كان عنه فكرة يحفظه نعم. قبل أن يقرأ الاختيار المتعدد حتى تمام. تتضح الرؤية أمامه، حتى يستطيع أن يكون فكرة عن البيت وبعد ذلك ينتقل ويجيب بكل سهولة وأريحية، وأن يتعامل مع هذه الورقة بكل سهولة واطمئنان تماما. يعني الآن أستاذ محمد هل لديك تعقيب؟ تعقيب بسيط فقط طبعا. وهو أحيانا الأسئلة الاختيارية يكون فيها تشابه بالأبيات، يكون فيها تشابه بالمعاني. هنا يضع الطالب يده على السؤال ويحدد رقم البيت الذي طرح تماماً منه السؤال تماماً نعم. يعني مثلا في البيت الثاني أنا أضع يدي مباشرة على السؤال وعلى البيت الثاني، عندئذ أحسب الإجابي وأقوم بنقل الإجابي على المسودة وبالتالي أخذ قرار بالكتابي وبالإجابي تمام نعم. يعني الآن لو انتقلنا أيضا إلى الأسئلة الفكرية التي تلي الاختيار من متعدد، هناك سؤالان أيضا كما تطرقت أستاذ محمد لهما أيضا يعتمد على الفهم العام للنص، يعتمد يعني على الفهم العام للنص أقول تماماً. بقدر الطالب ما يفهم النص بقدر ما يجيب عن هذه الأسئلة الفكرية تماما تمام. تماما نعم. آنسة فادية يعني نعم. تعليقك على الأسئلة بالنسبة للأسئلة الفكرية نعم. تعتمد على أيضا فهم البيت تماما. الورقة كاملة تعتمد على فهم الأبيات، فمثلا عندما يطرح عليه سؤال اذكر مظهرين اذكر أثرين في البيت الأول مثلا سبب ونتيجة، يجب أن يكون قد كون شرحا وافيا للبيت ومن نعم. خلال الشرح يستطيع أن يتعامل مع هذا السؤال طبعا حتى لا نفهم يعني بشكل خاطئ نعم. عندما قلت الشرح يعني يشرح على المسود هذا البيت على المسود نعم. نعم. نعم إذا أصبح لديه أيضا يعني الشرح في ذهنه تماما الشرح يشرح في ذهنه على المسود والإجابة تكون على ورقة الإجابة نعم. وهنا يجب أن نوضح يعني يوضح. عندما نقول له وضح مثلا مظهرين أو أشار الشاعر إلى أمرين وضحهما، التوضيح هو يعني عليه أن يستفيد ليس فقط الإجابة. الذكر لا عليه أن يستفيد بالإجابة تماماً. هنا بعد فهمه للبيت عليه أن يستفيد بالإجابة تمام. ويحدد المعنى المطلوب ضمن البيت المطلوب أو المقطع المطلوب تماما تمام. يعني نعم. يعني يجب أن يفرق بين اذكر وبين وضح وهناك مؤشران نعم. إلى آخره، إذن يجب على الطالب أن ينتبه إلى هذا الأمر نعم. يعني ربما عندما يقول له وضح يتسرع الطالب ويكتب فقط يعني نعم. أو ربما ينسخ البيت نسخا تماما أو ينسخ أو جزئي كلمة معين نعم. من البيت، هذا لا يجوز تمام. عليه أن يوضح نعم. ولو يعني أيضا تطرقنا إلى الموازنة التي تحدثت عنها أستاذ محمد، يعني نحن الآن ذكرنا مثالا وأيضا ننتقل إلى مثال آخر، يعني ربما هناك يعني أنا لدي الكثير أمثلة بصراحة الموازنة الكثير من متعددة لدي نعم. الكثير من الأسئلة أنا على الخاص لدي نعم. الكثير من الأسئلة على الخاص وردتنا يعني يمكن أن نجيب عنها من خلال هذه الندوة. الآن لدي موازنة أخرى مثلا للشاعر عمر أبو ريشة، درج البغي عليها
حقبة وهو دون بلوغ العربي. وأيضا قال الشاعر نزار قباني: هزم الروم بعد 70 عجاف وتعافى وجداننا المطعون. المطعون. نعم. الموازنة بين هذين البيتين، لو نظرت أنا إلى التشابه الموجود، أنه كلا الشاعرين تحدث عن هزيمة العدو. هزيمة العدو. نعم. هذا واحد. نعم. هذا تشابه. اثنين، كلاهما تحدث عن تحقق النصر. تماما. اثنان. نعم. أيضا كلاهما ذكر العدو أو المعتدي. هذا رقم 3. تماما. وأيضا كلاهما تحدث عن زمن العدوان. نعم. 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 إذن يعني يقبل أي جانب من هذه الجانب فهو صحيح، يعني هذا نعم. نحن ما نذكره من خلال مناقشة السلالم، يعني كل الحالات الواردة. نعم. الفرصة للطالب. يقبل الواردة. أي جانب من الجوانب. وعلى الطالب ألا يتقيد بإجابة واحدة فقط. تمام. أنا لو نظرت إلى الاختلاف الموجود بين أبو ريشة ونزار قباني، نلاحظ أن أبو ريشة يقول عنده العدو يهوي، أما نزار قباني العدو يهزم. يهزم. نعم. أيضا أبو ريشة نعم بين أثر الهزيمة نعم. في الأعداء، أما نزار قباني بين أثر هزيمة العدو في نفوس أبناء الوطن. أيضا جعل المستعمر يهوي قبل تحقيق أهدافه عمر أبو ريشة، نزار نعم. قباني جعل العدو نعم يدحر وجعل وجدان الإنسان العربي يتعافى. أيضا عند أبو ريشة العدو فرنسي نعم. نعم. أما روس. عند نعم وهو الصهاينة المقصود الصهاينة. الصهاينة. نعم. نعم. أيضا نعم. أبو ريشة جعل العدو يهوي بعد حقبة من الزمن نعم. أما نزار قباني بعد جعل سبع العدو يهزم بعد 70 عجاء. نعم. 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 يعني هذا ما أردنا أن نذكره نعم. لطالبنا حتى يعني يتأكد أنه أي وجه من أوجه هذه الاختلافة بين التي الشاعرين التي ورد يقبل، وليس بالضرورة أن يكتب كل هذه الأمور. وأيضا يعني ورد إلينا أسئلة أنه هل الطالب من الضروري أن يضع الجدول؟ ليس بالضرورة أن يضع جدول كما نعرضه الآن، ولكن هذا الجدول ربما لسهولة التصحيح وأيضا نعم. حتى تكون فكره منظمة. نعم. ولكن نعم. خلال العام يكون مدرس المادة قد وضح للطالب بأنه يجب أن في الاختلاف أن يوازن في الاختلاف. فمثلا نعم. عندما ذكرنا الروم هزم نعم. بعد 70 عجاف هناك الروم أو العدو سقط بعد حقبة تماما. تمام. فهنا ذكر مدة زمنية أن يتعامل مع المدة الزمنية في الوجه المقابل. الروم هزم العدو سقط، يتعامل من بالاختلاف بأوجه الاختلاف بطريقة، لا أن يقول هزم الروم بعد 70 عجاف أو العدو سقط. تمام. إذا ركز على المدة الزمنية يجب أن يركز في الوجه يعني الآخر على كل وجه يقابل الوجه الآخر. كل وجه يقابل نعم. وجه آخر. ولا بهالحالة إذا يعني لم يوازن بين الطرفين يخسر درجة جزء خمس أجزاء نعم. ويخسر خمسة أجزاء تمام. أخرى. نعم. نعم. إذا باختصار على الطالب أن يكتب الوجهان متقابلين. وجه مقابل وجه. الوجهين المتقابلين. نعم. تماما. عندئذ ينال الدرجة. وأيضا هنا نصيحة للطلاب، عليهم ألا يكتفوا بوجه مقابل وجه، اكتب أكثر من وجه، لربما كان الوجهان اللذان كتبا بالمقدمة خطأ، فبالتالي نأخذ ربما الإجابة الثانية أو الثالثة. لذلك على الطالب هنا أيضا أن يأخذ أكثر من وجه خلاف بين الطرحين. تماما. وأنا نعم. أنصحه يعني لطالبنا أن يكتب شرح كل بيت من هذه الأبيات على المسودة. المسودة. إيه؟ نعم. فعلا. يعني من فعلا. من الأفضل يعني يصبح لديه المفهوم أكثر، ومن ثم يعني يقارن أو يعني يشير إلى نقاط الاختلاف بين البيتين بعدما أشار إلى نقطة التشابه. هنا تكون الإجابة مضمونة أكثر. تماما. تكون الإجابة مضمونة أكثر. إذا عدنا إلى نقطة الفهم العام للأبيات. تمام. التعامل مع الورقة تمام. الامتحانية. يركز على الفهم العام للأبيات الموضوعة أمامه. تمام. يعني الآن يعني يمكن أن نجمل القول أنه على الطالب أن يبدأ بهذه النصوص، كل نص على حدة نعم. يفهم هذه النصوص نعم. طبعا يؤكد على الأبيات التي تشير إلى فكر معين يستفاد نعم. منها في كتابة أيضا التعبير نعم. سنتطرق بعد قليل إلى أيضا كيف يكتب الطالب موضوعا تعبيريا أدبيا نعم. لو أنسي فادي لو انتقلت أنا إلى السؤال الثاني الذي يتعلق بالشعور العاطفي ودلالة الأفعال وغير ذلك نعم. نعم. السؤال الثاني هو الشعور العاطفي. طبعا الشعور العاطفي البارز في البيت مثلا الأول أو الثاني أو الثالث، يقرأ أيضا الطالب أيضا الشعور يعتمد على الفهم العام للبيت الذي طلب منه أن يحدد شعوره.
طبعا أدوات تعبير عن العاطفة متعددة، منها الألفاظ والتراكيب والصور. فمثلا في بيت عمر أبو ريشة: درج البغي عليها حقبة وهو دون بلوغ الأربي. يقرأ الطالب البيت بشطريه وأن يحدد الشعور العاطفي. فعندما يقرأ الشطر الأول ربما يراود ذهنه شعور عاطفي مختلف عندما يقرأ البيت كاملا، فعليه قراءة البيت قراءة متأنية. درج البغي عليها حقبة، عندما أقول طالب في ذهني سيطر الظلم، جاء الاستعمار إلى الأرض العربية فترة من الزمن، فيشعر هنا بالحزن. وهوى دون بلوغ العربي، ولكن عندما هوى سقط. إذن تمام. هنا عادت مشاعر الاعتزاز والفرح بتحقيق الحرية وتحقيق النصر طبعا فقط والاستقلال. للتنويه، يعني المقصود فيها هو شعور الشاعر وليس شعور شعور الشاعر الطالب وليس شعور الطالب. أو نعم، يراود ذهن الطالب أن شعور الشاعر هو درج البغي على حزن، ولكن عندما تابع قراءة الشطر الثاني من البيت كون الشعور الصحيح، فقال: وهو دون بلوغ الأربي. يكتب شعور الاعتزاز أو الافتخار أو الفرح، وأداة التعبير عنه يتقيد بالسؤال المطروح بين يديه. الشعور العاطفي مثلا الاعتزاز، الأداة يكتب تركيب يسمي الأداة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المثال، يذكر المثال. نعم، طبعا الأدوات لفظ وتركيب وتراكيب وصورة. وصور. يعني نعم. لو أعطيت مثال مثلا: يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشوبي. يعني ربما طبعا في البيت الواحد ربما يكون هناك أكثر من شعور. نعم، من أكثر أداة. من شعور. يعني لو قلت شعور الفرح وكتب الطالب مثلا من أدوات التعبير عنه مثلا لفظ وأخذ كلمة عرسك، هل صحيح هذا الكلام؟ ليست صحيحة، إنما هو تركيب نعم، لأنه إذا أضيف. على اعتبار أضيفت إلى ضمير. نعم. تماما، يعني من أضيفت إلى المفترض ضمير. أن إذا كتب لفظ يأخذ عرس. يكتب كلمة نعم. عرس. عرس. نعم. نعم. بمنع نعم. عن الضمير. أما نعم. إذا كتب تركيب يمكن أن يأخذ كلمة عرس، نعم. أو يأخذ يعني جملة كاملة: يا جملة عروس متكاملة. المجد نعم. تيهي. تؤدي معنى كامل. نعم، أو يا عروس المجد. لو أخذ مثلا فخر أو اعتزاز أو افتخار يقول: تيهي واسحبي مثلا. نعم. تيهي واسحبي، إذا يكون أيضا هنا تركيب. تركيب نعم، تركيب على اعتبار الضمير اتصل تيهي. بفعل تيهي. تيهي نعم هو تمام. تركيب. نعم. إذا هذا ما نريده في سؤال الشعور العاطفي. لو انتقلنا أيضا، لديك تعليق أستاذ محمد؟ لا يوجد تعليق، ولكن على الطالب هنا كما قلت أن يفهم الشعور الذي أحس به الشاعر. الشاعر نعم. الشاعر نعم. وبعد ذلك يأخذ قرار بكتابة الشعور، ويدرس الألفاظ ويدرس التراكيب ويدرس الصور جيدا. لا يجيب إجابة اعتباطية. تمام. مثلا أنا أخذت قرار بتراكيب، علي أن أعرف كيف يأتي التركيب. اللفظ علي يعني أن أعرف، تكون جملة تامة لها معنى، لها معنى تؤدي نعم. غرض، وهذا المعنى هو الذي تضمن الشعور. تمام. الذي شعر به الشاعر. تمام. لذلك هنا يجب أن تكون الإجابة متأنية جدا جدا لكي ينال الطالب درجته المحددة. نعم. لو انتقلنا آنسة فادية يعني إلى السؤال مستوى التركيبة. نعم. يعني أيضا يرد سؤال أنه أفاد استعمال مثلا الفعل الماضي، الفعل المضارع، فعل الأمر، الدلالات. نعم. نعم. دلالات جملة الأفعال اسمية والجمل. أو مصدر أو غير ذلك. نعم. 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 كيف يتعامل الطالب مع هذا السؤال؟ أيضا يجب على الطالب أن يتقيد بصيغة السؤال. إذا استخدم مثلا الفعل الماضي كأن يقول: هوى دون بلوغ العربي. نعم. الفعل هوى يحدد له من قبل أو في ورقة الامتحان. استخدم الشاعر الفعل هوى، يجب أن يذكر أولا تحقق نعود إلى الفهم آنسة، نعود إلى فهم كله البيت. يتعلق فهم بفهم. البيت طبعا. كل ذلك يتعلق بفهم. بفهم البيت، وأن يذكر بعد ذلك دلالة الفعل، معنى الفعل، مصدر الفعل، تحقق وقوع سقوط الاستعمار، أو غاب خلف البحر عني شاطئ. هنا يستطيع الطالب أن يذكر المعنى بشكل أسرع. نعم، أنا استفدي عذرا للمقاطعة، يعني نعم. لدي أمثلة، نعرض هذه الأمثلة الموجودة نعم. على الشاشة لو سمحتوا. لحظي، قال الشاعر بدر الدين الحامد: نعم صدقوا إني محب متيم ولا بدع أن دمع المتيم سالة. أفاد استعمال الفعل الماضي صدقوا الوارد في هذا البيت، لاحظ الدلالة على تحقق الصدق ونفي الشك في حدوثه أو تحقق معنى الصدق. يعني نحن ذكرنا دعنا نقول مصطلح أنه يدل على تحقق مثلا، ولكن نكمل
الإجابة من معنى البيت. نعم. لو أخذت بيت آخر، قال الشاعر محمود سامي البارودي: فاستيقظوا يا بني الأوطان وانتصبوا، للعلم فهو مدار العدل في الأمم. أيضا لدينا وهو مدار العدل، هنا جملة اسمية. إذن أفاد استعمال الجملة الاسمية الواردة في هذا المثال أنه على ثبات أن العلم مصدر العدل واستقرار ذلك وأيضا الديمومة، أو ثبات استقرار معنى أن العلم مصدر العدل، أو أي يعني أي كلام يذكره الطالب يعني يعبر عن ذلك البيت. تماما وبأسلوبه أو العبارة. نعم. الموضوع أمامه حبودية شريعتهم. نعم. ولكن بالبداية يجب أن يذكر مثلا كون جملة اسمية يدل تدل على ثبات، ومن ثم هناك ينطلق قانون عليه أن يراعيه الثبات في الجملة الاسمية تماما، وبعد ذلك يربطها بالمعنى الموجود في البيت. نعم. أيضا لدينا بيت آخر مثلا يقول: بقوة العلم تقوى شوكة الأمم، في الحكم في الدهر منسوب إلى القلم. أخذنا الفعل المضارع تقوى. يجب أيضاً أن يذكر دلالة الفعل بداية. نعم. أن يذكر الدلالة أولا ثم ينتقل إلى المعنى. مثلا الفعل المضارع يدل على الاستمرار، التجدد والاستمرار. نعم. ثم بعد ذلك يذكر يدل على استمرار قوة العلم. نعم. قوة الأمة بعلمها. نعم. قوة الأمة بقوة العلم. كل أيضاً ذلك يجب أن يعتمد على ما بين يديه. نعم. أيضا لو أخذت مثال آخر، قال الشاعر سليمان العيسى: أيار ما همت الأسماء، واحدة على الطريق حكايات الدم البطل. أيضا أفاد استعمال الصفة المشبهة. نعم. أيضا البطل الواردة في هذا البيت، ثبات البطولة واستقرارها وديمومتها، أو ثبات أو استقرار أو ديمومة البطولة في الشهيد، أو ما في معنى ذلك. نعم. يجب أن نذكر الصفة. تماما. يجب أن نحن نعرف أن الجملة الاسمية أو الاسم يدل على الثبات، ولكن الصفة هي صحيح اسم، ولكن هي تدل على صفة شيء. تماما. ما هو هذا الشيء يا ترى؟ وهو صفة البطولة. تماما. على الطالب أن يذكرها تماما. تمام. نعم. هل من تعليق أني استفاد يا أستاذ؟ يعني ربما قد أغفلنا سؤال القيمة. نعم. سؤال القيمة أيضا نسأل عنه كثيرا، سؤال القيمة، أنه كيف يجيب الطالب، وهناك من يربط كلمة القيمة إما بتقدير أو برفض، وليس بالضرورة أن نقول تقدير كذا أو رفض كذا، ولكن نحن يمكن أن نأخذ هذه القيمة من البيت الذي يحدد لنا القيمة. هي سلوك. سلوك. نعم. سلوك. سلوك. سلوك مستنبط. نعم. من البيت. سلوك. وأيضا لدينا الأمثلة أيضا. قال الشاعر بدر الدين الحامد: نعم صدقوا إني محب متيم، ولا بدع عن دمع المتيم سال. القيمة الموجودة في هذا البيت، يعني يمكن أن نقول، يعني أنا أوردت أكثر من إجابة، يعني ممكن أن نقول الحب. نعم. قيمة صحيح. الحب. قيمة الحب. أو حب المحبوبة. أو التعلق بالمحبوبة. تقدير الحب، أو تقدير حب المحبوبة، أو الصدق في الحب، أو التعلق بالمحبوبة، أو تقدير الوفاء. نعم. أو الوفاء للمحبوبة، الوفاء. أو تقدير التعلق بالمحبوبة. نعم. تمام. يعني أنا الذي أردت من ذلك لا نتقيد بكلمة تقدير أو رفض. نعم. يعني إذا الطالب لم يعرف يذكر كلمة تقدير أو رفض، معنى ذلك أن القيمة يتركها. دكتور، يجب أن ننوه إلى أمر مهم. نعم. وهو أن بعض الطلاب يحاولون أو لا يميزون بين القيمة والشعور. تماما. هنا يقع الطالب في حيرة. بعض الطلاب يستخدمون الشعور كقيمة. أنسة فادية، قلنا قبل قليل أن الشعور ما يشعر به الشاعر. أن ننوه للطلاب. نعم. نعم. ونحن نستخرج هذا الشعور. تماماً. شعور الشاعر. تماماً. أما القيمة هي سلوك. سلوك مكتسب. نعم. إذا ماذا أراد الشاعر إيصاله من خلال هذا البيت للقارئ؟ تماما. عندما يقول مثلا: لن تري حفنة رمل فوقها، لم تعطر بدماء حر أبي. هنا الشاعر ماذا أراد؟ هنا أراد الشعور، فخر الاعتزاز، الافتخار والاعتزاز. نعم. والقيمة هي تقدير تضحيات. تمام. تقدير تضحيات أبناء الوطن، تقدير. نعم. الشهادة. نعم. إذن الشعور يختلف تماما عن القيمة. نعم. أيضا تماماً. لدي بعض. نعم. الأمثلة. قال الشاعر محمود سامي البارودي: فاستيقظوا يا بني الأوطان وانتصبوا للعلم فهو مدار العدل في الأمم. أيضا القيمة هي تقدير العلم، أو تقدير أهمية العلم، أو أهمية العلم. يعني الآن أنا ما ذكرت تقدير، وإنما قلت أهمية العلم، أو تقدير العدل، أو تقدير العلم. نعم. أو الغيرة على الوطن وأبنائه، ويمكن أي قيمة تتناسب مع هذا البيت فهي صحيحة. قد تكون صحيحة. نعم. أيضا مثال آخر، آخر مثال. نعم. نعم.
يعني يقول الشاعر عمر أبو ريشة: نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج للمارجي المنتهب. المنتهب. أيضا القيمة الموجودة في هذا البيت، أيضا تقدير البطولة، تقدير البطولة، تقدير تقدير القوة، القوة، تقدير النضال، رفض تقدير الاستسلام، التحدي، تقدير المقاومة، الإصرار على النضال، رفض الاستسلام، رفض تقدير الضعف. نعم قوة الإرادة، الدفاع عن الوطن نعم كما يرد على الشاشة. يعني فقط أنا أردت من ذلك يعني حتى يكون لديه فسحة الطالب في كتابة القيمة أو استخراج القيمة نعم عندما تطلب منه. أنت وقفت هنا وأنا سأتابع عند تفضلي. كلمة رفض في القيمة. وقفنا عند التقدير، جانب عند الحب، هو نعم جانب، هو جانب جانب سلبي، سلبي جانب يجب عكسي أن يرفضه للإجابة. الطالب. تمام يجب أن مثلا في قصيدة حتى ما تغفلوا: كم نبغت فيها رجال أفاضل، فلما دهاها العسف عنها ترحلوا. هنا رفض الظلم، أيضا رفض لهم أثر الظلم، للجور نعم في كل بلدة لهم أثر يمثل من للجور، أربعين يمثل. نعم فترفع رفض الاستبداد. بالإعزاز من نعم كان تماما جاهلا وتخفض بالإذلال من كان يعقل. هنا ظلم بحق الشعوب العربية من قبل الاستبداد. إذن رفض الظلم. يعني أنا أقول وبرأيي يعني إذا كان البيت يعني فيه الشيء الإيجابي نذكر القيمة الإيجابية، نعم أما عندما نقول مثلا لهم أثر للجور نذكر في كل القيمة يعني لاحظ السلبية، القيمة هنا السلبية، إذا هنا القيمة رفض. حسب ما وضع نعم أمام الطالب، رفض الظلم حسب ما طلب بكل من الأحوال الطالب. دكتور. معنى البيت هو الذي يتحكم تماما تماما بصراحة، معنى البيت حين نتحدث عن الظلم شيء طبيعي أن نقول رفض الظلم، رفض الاستسلام، رفض الضعف إلى ما هنالك وقس على ذلك. وحين تكون القيمة إيجابية نأتي إلى القيم الإيجابية ونقوم بسردها. نعم. لدينا أيضا الأساليب الخبرية والإنشائية أستاذ محمد، نعم يعني أيضا هذه من الأسئلة يعني الموجودة في التوصيف الوزاري قد تتبادل أو يعني مع لا المحسنات البديعية اللفظية والمعنوية. نعم نعم هلا الأسلوب يجب أن يدرك الطالب أمر هام هنا. يجب أن يعرف ما هي الجملة الخبرية ومما تتألف الجملة الخبرية. للجملة الخبرية 3 أنواع: جملة خبرية ابتدائية، وخبرية طلبية، وخبرية إنكارية. نعم والإنشائية أيضا لديها عدة أنواع كما أمر نعلمها نهي استفهام تمني تماما. نداء. وقام الطالب ربما بالصيغة. بأخذها في الصف الثالث نعم في التعليم الأساسي في المراحل السابقة. أنا قلت الأسلوب الإنشائي أمر نهي استفهام تمني هذه صيغ نداء. الأسلوب الإنشائي أسلوب الطلبي الإنشاء، له نوعان. لا أنا قلت نعم أسلوب لا نعم الإنشائي، نعم يعني تمام الأستاذ محمد يقول تمام الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي. الأسلوب نعم بعد الإنشائي أمر ذلك نهي أتينا إلى استفهام الإنشاء. تمني نداء، نعم أما الأسلوب الخبري كما قال الأستاذ محمد أيضا يعني 3 أنواع: الابتدائي الخالي من المؤكدات، نعم والطلبي فيه مؤكد، والإنكاري أكثر فيه من أكثر من مؤكد. مؤكد. وأيضا فقط نذكرهم بالمؤكدات لو هنا سمحت أستاذ محمد. المؤكدات هي قد، هي قد ولقد وإن وإن وما إلى ذلك من نعم المؤكدات. إذا إن وأن ولكن ولام هناك الابتداء وقد. هناك ملاحظة هامة، قد تمام يأتي السؤال حول من الخبري إلى الإنشائي. تماما حول يعني مثلا لدينا كلمات أو حب مصطلح الديار شريعة. حب الديار. والله إن حب الديار شريعة مثلا، إن حب أو الديار، إن حب إن الديار حب الديار شريعة. شريعة. هذا نعم تحول إلى إذا قال طلبي، طلبي، خبر الطلبي هنا. خبري طلبي. إذا إذا إنكاري طلبت إنكاري يجب على الطالب أن يأخذ مؤكدين. إن والله إن والله إن حب حب الديار الديار لشريعة. لا شريعة. استخدم اللام المسحلقة وهي من المؤكدات بطبيعة الحال. تماما تماما نعم أما إذا أسلوب إنشائي دعنا نسأل الآن سافر نعم نعم نحول الأسلوب الإنشائي. مثلا كأن يحوله إلى استفهام. نعم يمكن طبعا جعل يمكن نعم جعل البرهة يعني من حتى لا أعمارنا. نقيده بنوع مثال معين. يعني كمثال أنا عندما أقول حب كمثال الديار شريعة جعل البرهة من أعمارنا لتلاقينا وللبين الأبد. اجعل هنا حولها إلى تمام أمر. هل جعل البرهة؟ هنا حولها إلى استفهام. إذا لدى الطالب أكثر من خيار يتعامل مع هذه هناك متسع الورقة. من الإجابات نعم تمام نعم وإذا طلب منه أن يحول بالعكس من الإنشاء إلى الخبر. قف تمام خاشعا مثلا يحول فعل من صيغة الأمر إلى صيغة الماضي أو إلى وقف صيغة خاشعا، المضارع. يقف خاشعا، نعم يقف خاشعا الوقوف وقف. وإذا لخشوع. كان استفهاما مثلا كيف يثبت ركن العدل في بلد، نعم حوله إلى أسلوب خبري دون أن يقيد طبعا. يثبت ركن العدل تماما يزيل أداة الاستفهام. هنا تحول من إنشاء إلى خبر حسب ما يطلب منه في ورقة الامتحان. نعم ايضا بالنسبه للمحسنات البديعيه الذي ينوب عن هذا السؤال لدينا محسنات لفظيه وهي لفظية. الجناس المحسنات والتصريح البديعية نعم تقسم إلى قسمين. والمعنويه نعم الطباق والمقابله. نعم محسنات معنوية وهي الطباق والمقابلة. أما المحسنات اللفظية فهي الجناس والتصريح. نعم تمام تمام
هذه ايضا حتى هي من اللفظيه، من من عناصر الموسيقى الموسيقى الداخلية. الداخليه تماما تماما، تماماً. المحسنات اللفظيه بالتحديد، فقط اللفظيه، الجناس نعم والتصريع تماماً. نؤكد الجناس الجناس والتصريع، والتصريع حصرا، اما الطباق والمقابل لا يمكن يعني ان كون تكون. تطرقنا نعم. على الموسيقى تماماً. الداخليه، نعم. الموسيقى الشيء الداخليه الشيء يسكن نعم تماماً. دائما نقول نعم. الموسيقى الداخليه تكرار كلمه او تكرار تكرار حرف، احرف، بشرط ان يتكرر الحرف كم مره؟ ثلاث مرات. نعم ثلاث مرات. نعم واستعمال الحروف الهامسة حسنه ثلاث مرات فسكت، استعمال الحروف الهامسة تمام أو تمام. المحسنات طبعا هناك الكثير من نعم نعم لا يقيد أدوات الطالب الموسيقى بشيء الداخلي، محدد هنا، ولكن نحن نذكر يعني الذي يستخدمه الطالب الأمثلة. في كثير من الأحيان، ومنها كما قلنا المحسنات اللفظية. نعم نعم لو انتقلت بعد ذلك إلى الصورة أيضا، يعني نسأل كثيرا وخاصة على وظائف الصورة، نعم. ماذا يجيب الطالب أستاذ محمد؟ نعم وظائف الصورة بداية يجب على الطالب أن يحدد الصورة، يحدد تمام. نوع الصورة، هل هي يا ترى استعارة مكنية، هل هي تشبيه بأنواعه إلى ما هنالك. بعد أن يحلل الصورة وينتهي تماما من تحديدها وتحليلها ينتقل إلى الوظيفة. لوظائف الصورة عدة أنواع، الشرح والتوضيح. دعنا نعم. في تحليل الصورة نعم. أستاذ نعم. محمد، يعني عندما يرد سؤال يقول لك مثلا حلل الصورة الآتي، مثلا علمتك الحال يعني لو سمحت لي استاذ محمد، نعم. يعني دائما الصوره تكون ماخوذه من بيت، سواء كان من ابيات النص الموجود وقد امامنا، ياتي بيت وقد مستقل. ياتي بيت مستقل تمام. فيجب على الطالب ايضا يعني الصوره مقتطعه، ولكن يجب عليه ان يقرا البيت بكل الاحوال حتى يفهم الأحوال. معنى الصوره ايضا. عدنا الى النقطه التي ابتداناها وهي فهم البيت تماما، فهم المعاني، فهم المعاني يخول الطالب بالاجابه على كل الاسئله. إيه يذكر الأركان الأساسية لهذه الصورة مثلا، أن يذكر المشبه تماما، أن يذكر المشبه به، هل هو محذوف أم غير محذوف إلى ما هنالك، وبعد ذلك يقوم بالشرح، بشرح الصورة، بتحليل الصورة. عذرا للمقاطعة، نعم. لدينا اتصال. نعم ألو، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أنا بدي أسأل سؤال بالله. تفضلي. هلأ من مصادر الموسيقى الداخلية تكرار الكلمات، هل يمكن أن أقول كظمي الغيظ وقد ينفع الكظم، كظمي والكظم من مصادر الموسيقى الداخلية أم تكرار الكلمة بأحرفها كاملة؟ طيب هل من سؤال آخر؟ لا شكرا. صحيح كلامك، يعني عندما أقول إذا سكت الإنسان فالهم والأسى، وإن لم يسكت فموت، وإن ولم يسكت فموت معجل. نعم سكت ويسكت أيضا كما تقولين تعتبر من الموسيقى الداخلية. نعم تكرار كلمة ليس بالضرورة أن تكون بحروفها. نعم وأيضا تكرار الحرف ثلاث مرات، وأيضا كما ذكرنا قبل قليل استعمال الحروف الهامسة الموجودة في عبارة حثه شخص فسكت، وأيضا المحسنات اللفظية، الجناس والتصريع. نعم نعود من حيث كنا عند تحليل الصورة. تحليل الصورة، إذا كما قلت أستاذ محمد الصورة. نعم بعد أن نحدد نقوم بشرح الصورة، يعني بالبداية يجب أن أنظر أين المشبه، أين المشبه به؟ ومن محذوف. نعم إذا كان تشبيه بليغ علينا أن نحدد المحذوف تماما، مثلا حذفت الأداة وحذف وجه الشبه. إذا كانت الاستعارة مكنية حذف المشبه به وبقي شيء من لوازمه، أما إذا كانت الاستعارة تصريحية حذف المشبه وصرح بالمشبه به. طيب وبعد ذلك نأتي إلى الوظيفة تمام. بعد أن نقوم بالتحليل وبعد أن نقوم بشرح الصورة نأتي إلى الوصف. فقط يعني هنا يعني سؤال، أنه هل دائما كما يقال الاستعارة المكنية جملة فعلية والتشبيه البليغ جملة اسمية؟ ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. ليس نعم. بالضرورة. نعم. ليس بالضرورة. ليس يعني بالضرورة. ورد في كتابنا يد عسفهم. أو يد البلا. يد البلا. أو يد نعم. البلا. نعم. أو يد البلا. شبه بإنسان مكنية. له يد. يد. نعم. نعم. إذا ليس بالضرورة. أو العسف يعني بإنسان له يد. نعم هذا ما. إذا ليس بالضرورة. أن أؤكده. نعم. طبعًا. أن أؤكده ليس بالضرورة دائما. أن تأتي فعلا واسم بس. قد تكون فعل، قد تكون اسم واسم. تمام. نعم. تمام ولكن يعني ربما نقول الغالب، ولكن ليس بالضروره ان تكون دائما ليس بالمطلق نعم. ليس بالمطلق تماما نعم. لو انتقلت الى يعني اعرض الان بعض الصور وشرح هذه الصور، نعرض على الشاشه لو سمحتوا. لدينا صوره للشاعر بدر الدين الحامد، اقام الاسى عندي وفارقني الرضا وصوح غصني في الحياه وماله. نعم في قول الشعر أقام الأسى،
صورة بيانية. أيضا يجب على الطالب أن يقرأ السؤال يعني بدقة حتى لا يغفل أي شيء، أي جزئية من أي هذا السؤال. جانب؟ نعم لاحظ يعني يقول في قول الشاعر أقام الأسى، طبعا أقام الأسى هي مأخوذة من البيت. البيت. نعم، صورة بيانية، إذا في هذه صورة بيانية حللها، إذا هذا أول جزء نعم من نعم السؤال، نعم حللها أيضا. ثم سميها، يجب أن يسمي نوعها، هذه نوع الصورة. نعم نوع نوع الصورة، إذا نوع كانت الصورة. استعارة مكنية، إذا استعارة كانت تصريحية، تشبيه تشبيه بليغ، بليغ، تشبيه أنواع بأنواعه التشبيه. وما نعم إلى ذلك. نعم نعم. إيه؟ واشرح وظيفة الشرح والتوضيح فيها. إذا بعد أن حلل هذه الصورة وأيضا قام بتسميتها، الآن يشرح. طبعا ربما نرد بعض الأمثلة عن شرح هذه الوظائف، ليس بالضرورة أن نرد أو نذكر الجميع، ولكن يمكن أن نذكر بعضها. نعم، مثلا الشرح والتوضيح. لاحظ قام الأسى، طبعا شرح الصورة أنه شبه الشاعر الأسى بإنسان يقيم، نعم يقيم، فحذف المشبه به وأبقى شيئا من من لوازمه لوازمه وهو هو أقام أو أقام. الإقامة. وأيضا هنا ننبه أنه على الطالب أن يذكر هذه الكلمات كلها، كل كلها جزئية لها درجات، لها لها درجة، درجة مخصصة. نعم لها درجة، يعني إذا ذكر المشبه يأخذ، إذا تمام ذكر يجب حذف عليه المشبه ألا يأخذ. يغفل نعم أي شيء منها. لا لا حتى لا عندما إطلاقا. يذكر في الاستعارة المكنية أبقى شيئا من لوازمه وهو نعم يذكر لها، نعم اللازم، عليه درجة، اللازم عليه القرين، هنا يجب أن تماما يحدد اللازم القرين التي حددت تماما المشبه تماما المحذوف. تماما. نعم. أنتقل إلى شرح وظيفة الشرح والتوضيح. لاحظ شرحت الصورة ووضحت معنى استقرار الأسى في نفس الشاعر من خلال تشبيه الأسى الأسى بإنسان بإنسان. يقيم. نعم. نعم، فأقنعت المتلقي بصدق المعنى، نعم بمضمون المعنى وصدقه. صدق. وأيضا تمام. يمكن أن يعني يكتب الطالب بأسلوبه، ولكن مع الحفاظ على المعنى المعنى الحقيقي المطلوب لهذه تمام. لشرح تمام. هذه الصورة. لا نعم. لا يقيد بالإجابة الحرفية، تماما لا تماما يقيد. المهم أن يلم بمعنى الصورة، بمعنى الصورة. يعني نعم. نحن يعني نبتعد عن تقيد الطالب بأشياء يعني إجابات وثابتة، بإجابات قوالب محددة. ثابتة. نعم قوالب، يعني نحاول لا أن لا نبعد الطالب، يعني لغتنا لغة الإبداع، لغة التكيف. نعم يمكن تماما. مع الحفاظ على المعنى، الجوهر يعني والمعنى العام. نعم تماما. يعني يمكن أنا أشرح بيت بأسلوبي وأنت تشرح بيت بأسلوب تماما. وأيضا تماما. أنسى بأسلوب، نعم. ولكن الحفاظ ولكن على المعنى المهم معنى التصور الواحد. الشروح كلها في معنى واحد. نعم، لو أخذت أيضا مثال آخر للشاعر عمر أبو ريشة عندما يقول كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب. نعم. أيضا في قول الشاعر غبار التعب، أيضا هذه صورة بيانية، صورة حللها بليز. ثم نعم. سميها واشرح وظيفة التقبيح فيها. إذا الآن شرحنا بالصورة الأولى وظيفة الشرح والتوضيح، الآن دعنا نغير. نعم. طبعا وهنا أيضا يجب أن ننوه، ليست أي صورة ينطبق عليها التقبيح او التحسين او اطفاء نفسيه المبدأ معنى الصورة، أو هو أو هو الذي يقيدنا نعم بها او الرمز. نعم. او نعم. غير ذلك. نعم. يعني يمكن الشرح والتوضيح ينطبق على الصور ربما كلها. ربما نعم. عم. نعم. عم. نعم ينطبق على الصور كلها، ولكن هنا عندما نقول نحن يعني غبار التعب، يعني نلاحظ هنا يعني شيء غير مستحسن، فلذلك قلنا عن الاستعمار وما الى وظيفة ذلك. نعم. التقبيح. إذا هنا الشاعر وظف الصورة لخدمة المعنى. تماما تماما. هنا وظفها لخدمة التوضيح. المعنى. نعم. من وظائف الصورة عندما قال شرحت ووضحت المعنى، ما هو المعنى تماماً. الذي نقلته للقارئ؟ وهذا ما يعني يجعلنا نعود إلى نعم. قبل قليل، يجب على الطالب أن يقرأ البيت ويفهم معناه. فهي هو الأساس. تمام تمام. استخدمها الأساس. لخدمة المعنى. نعم. لاحظي عندي غبار التعب، إذن المشبه التعب، نعم. المشبه به غبار، أداة التشبيه محذوفة، وجه الشبه أيضا أداة التشبيه عليها ثلاث درجات على ما نعم. أعتقد ثلاث بثلاث. نعم. نعم ووجه تمام. الشبه عليه أيضا ثلاث يعني درجات، تخيل ست أجزاء. نعم إذا يعني تشبيه بليغ إضافي طبعا. نعم. ونحن يعني لا نطالب الطالب أن يذكر تشبيه بليغ، يعني إضافي. لا يقيد بين نعم. البليغ وبين الإضافة. نعم يقبل تشبيه تمام. بليغ. نعم, نعم. لاحظ شرح وظيفة التقبيح. نعم في هذه الصورة نقول قبحت الصورة معنى التعب من خلال تشبيهه بماذا؟ بالغبار. بالغبار. نعم بالغبار. فأثارت في المتلقي شعور الكره لتنفره واستمالته نعم إلى النفور. نفرته. نعم. النفور من هذا أبعد السوق. نعم. 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 إذن هو أثار شعور الكره ليبعده ولينفره. نعم. من إذن هذا إذن هناك السلوك. شعور وسلوك تمام. وتنفير من السلوك. تماما تماما, تماماً. نعم. نعم يعني لا صعوبة في شرح هذه الصور، ولكن كما قلنا يجب أن نبتعد عن القوالب. يعني نلاحظ دائما هناك قالب قالب، يعني فقط ملء فراغات، ولكن هنا يفقد المعنى الحقيقي للصورة. نعم. بالصورة. يعني نعم. التذوق هي بالصورة كما وشرح الصورة هي لغة إبداع. نعم هي لغة إبداع، على الطالب أن يبدع بها بعض الشيء يعني. نعم. نعم أيضا لدينا صورة أخرى. قال الشاعر محمود سامي البارودي فليس يجني ثمار الفوز يانعة من جنة العلم إلا صادق إلا صادق
همامي. نعم. نعم. أيضا في قول الشاعر جنة العلم أيضا صورة بيانية، حللها ثم سمها واشرح وظيفة التحسين فيها. هنا انتقلنا إلى التحسين. عملية عكسية. نعم شيء يعني شيء محبب. نعم. نعم. شيء محبب. نعم. فالمشبه العلم المشبه به الجنة. الجنة. نعم. أداة التشبيه محذوفة. وجه الشبه أيضا محذوف. نعم. وتشبيه بليغ أيضا إضافي. ويقبل بليغ. لاحظ شرح وظيفة التحسين. هناك قلنا قبحت الصورة، هنا حسنت الآن الصورة. حسنت الصورة مع العلم عكس المعاني تماماً. نعم. حسنت نعم. الصورة مع العلم من خلال تشبيهه بالجنة. بالجنة فأثارت في المتلقي بدل شعور الكره هناك الاعتزاز والحب شعور الحب والإعجاب واستملته نعم. إلى نعم, نعم سلوك طلب استملتنا العلم. إلى سلوك العلم نعم. وإلى طلب العلم والتقيد بالعلم نعم. تماماً تماماً. أيضا لو أخذت مثال آخر، آخر مثال أنسة فادية حتى لا تقلقي، قال الشاعر سليمان العيسى تعبت والسيف لم يركع ومزقني ليلي وأرضي صلاة السيف لم تزني. نعم في قول الشاعر السيف لم يركع أيضا صورة بيانية، حللها ثم سمها واشرح وظيفة إضفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء. نعم شرح الصورة أنه شبه الشاعر السيف شبه نعم. الشاعر السيف بإنسان فحذف المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه وهو يركع أو الركوع. الركوع. نعم. تمام. الركوع. نعم. نعم. شرح نعم. وظيفة إضفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء، يعني عندما نقول إضفاء نفسية المبدع على الطبيعة والأشياء ماذا يعني هذا الكلام؟ عليه أن يستخدم عنصر من عناصر الطبيعة. تماما. تمام. إضفاء نعم. نفسية الشاعر. نعم. اندماج الشاعر نفسية الشاعر مع هذا. عليه أن يستخدم على الطبيعة ويستمد منها عنصر. لاحظ نعم. عندما نقول شخص الشاعر السيف ونحن نعرف ما معنى التشخيص، أعطى صفات الإنسان لغير الإنسان إلى جامد أو غير ذلك. نعم نعم. إذن شخص الشاعر السيف حيث أضفى عليه مشاعر الفخر أو الافتخار حتى لا تزعل الأنسة فادية والاعتزاز والاعتزاز فبدأ كالشاعر شامخا رافضا الاستسلام نعم متحديا رافضا الاستسلام والخضوع نعم. مع فاصل ونواصل بعدها. مشاهدين الكرام طلابنا الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة ثانية، ونرجو أن تتصلوا إذا لديكم أي استفسار عن أي شيء في كتابنا كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوي العلمي والأدبي. نعود آنسة فادية، نبدأ بالسؤال التطبيق وقواعد اللغة والنحو. يعني في كتاب الثالث الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي يعني مخصص في جزئه الأخير قواعد. طبعا هذه القواعد يعني تداولها الطالب ومرت معه سابقا تراكم خبرات. نعم دائما نقول أن اللغة العربية يعني هي لغة تراكمية، يعني كل شيء تعلمناه بالصفوف الأولى يبقى معنا، يعني الفعل الماضي هل يتغير بين الصف الرابع والصف الثالث الثانوي؟ إذن هي فقط ربما يعني يكون هناك بعض جرعات أكثر. نعم أكثر. نعم تماما. وهذه القواعد الموجودة موجودة ليتذكر. نعم. نعم لدينا اتصال ومن ثم نكمل. نعم يا هبة. ألو. تفضلي. إيه بس بدي أتواصل مع الأستاذ. لم أسمع. إيه مساء الخير. مساء الخير تقول. أهلا وسهلا أهلا وسهلا تفضلي. ألو. تفضلي يا هبة. بس بدي أسأل الأستاذ سؤال عن البحور، أنا عم أقدم بكالوريا أدبي. نعم. سؤال عن بحور الشعر. اي عن بحور الشعر. في بحر محدد؟ لا هو عن البحور بشكل عام. يعني كيف يجيب الطالب عن اسئله البحور؟ اليس كذلك؟ ايه نعم. هل من سؤال اخر؟ لا شكرا، بس لمحه صغيره عن فوائد العروض. تماما تمام.
سنجيبك بعد قليل، نجيبها بعد قليل، نكمل فكرتنا نعم. يعني نعم. حتى نصل بالترتيب إلى نعم. سؤال العروض. كنا نتحدث نجيب. بالنحو وبالقواعد. نعم، تفضلي أنس فادية. طبعا باب النحو كبير، تماما، ولكن ذكرت في نهاية الكتاب هي استذكار لما تناوله الطالب في صفوف سابقة. تمام. فمثلا لو وقفنا عند أسلوب النفي، باب اللغة كما قلنا كبير وواسع، قد يطرح على الطالب عدة أسئلة عن هذا الدرس. مثلا ما الفائدة التي حققتها الأداة لم، وما الفائدة التي حقق، أو ما الفرق بين أداتي النفي لم ولما أو لن، أو استبدل أداة بأداة أخرى، تمام. أو ربما. إذن لا أن يتقيد بصيغة محددة لسؤال قواعد، أيضا يجب أن يتعامل مع القاعدة وأن يضع نفسه في أي سؤال قد يطرح عليه خلال ورقة الامتحان. فمثلا قد يتعود ما نوع ما مثلا، نعم، ما يعني نوع ما، فرق بين أداتين، ما فرق نوع بين لا أداتين. ما الفرق بين الأدوات، جاءت ليس كما نعلم، تأتي عاملة فعل ماض ناقص وتأتي غير عاملة. تمام. ربما يطرح عليه سؤال هل هي عاملة أو اجعلها جاءت عاملة اجعلها غير عاملة أو العكس. إذن يجب عليه أن يتعامل مع النحو كأنه يتعامل مع فهم القصيدة، أن يضع نفسه أمام أي سؤال ممكن أن يطرح عليه من خلال طيب هذه. الآن يعني نعم. ذكرت ليس نعم. يرويك إلا نهلة بعدت نعم. من ماء دجلة أو سلسال نعم. نهلة، هنا غير عاملة. طيب الآن ليس يرويك، نعم. إذن قلنا ليس غير عاملة، طيب ما السبب؟ جاء بعدها فعل مضارع ولم تتصل بضمير. إذن نقول يعني معنى ذلك أنه دخلت على الفعل المضارع ولم تتصل بضمير. نعم. ربما يأتي سؤال يقول اجعلها عاملة. عاملة. أيضا نعم. وردت في نص قوة العلم ليس يجني ثمار الفوز يعني تماما. من جنة العلم إلا صادق الهمم. تماما. أيضا هناك يعني فقط حتى يعني نعم. لا نضيع بهذه النقطة، ليس يرويك، يعني عندما أقول ليس يرويك قلت أنا ليس غير عاملة، يعني أصبحت حرف نفي لا قيمة لها. نعم. عندما نقول بمعنى لا، نعم، بمعنى استبدلها واجعلها عاملة، يعني بعدها اسما أو نضيف عليها ضمير، مع تغيير بالفعل المضارع. لست أجني، نعم، لست أجني. نعم. أيضا نعم. نعم. أن تاء التأنيث ليست بضمير، ليست ضمير، نعم. إذا لا هنا يقول إشكالية ليست. على الطالب أن يعي هذه النقطة تماما تماما. ليست هنا مثلا إذا قال ليست فالتاء هنا ليست ضمير، نعم، هي إذن هذه تاء نعم. التأنيث إذا لا قيمة لها، تبقى ليس غير عاملة. ولكن لو طلب منه اجعلها عاملة يقول مثلا لست أرتوي، نعم. لست ترتوي، لسنا نرتوي، ليست النملة ترويك، تمام نعم. تمام، يعني نحن لا نقيم، يضع اسما نعم. أو ضميرا. لدينا اتصال، نعم، لدينا اتصال، تفضل. مرحبا، أهلا وسهلا. بعد إذنك لحضرتك عم تحكي عن ليس العاملة وغير العاملة، نعم. هلأ أنا بالضبط ما فهمت عليك، إمتى بتكون عاملة إمتى بتكون غير عاملة؟ تمام. عاملة ما بيتصل فيها ضمير أو كيف؟ نعم. هل من سؤال آخر؟ لا بس عن هيك. يعني نحن ذكرت أنا والأساتذة قبل قليل أن ليس عاملة عندما تدخل على الجملة الإسمية، عندما أقول ليس الأمر سهلا، هنا عاملة أنا دخلت على جملة إسمية فترفع الأول وتنصب الثاني، ترفع الأول على أنه اسمها والثاني خبرها، ولكن عندما تدخل على الفعل المضارع يبطل عملها، تصبح حرف نفي مثل لا قيمة لها. ليس يرويك، ليس يرويك، هنا دخلت على الفعل المضارع ولم تتصل بضمير، إذن هي ليست عاملة. فعندما نقول اجعلها عاملة يعني تضيف ليس ضمير وتغير في صيغة الفعل. كيف بتصير لما بنتصل بضمير؟ كيف بتصير؟ نعم، ليس فعل ماض ناقص. أنا عندما أقول لست، إذا التاء هنا ضمير متصل مبني في محل رفع اسمها، أو لست أو لستي أو لستم أو لستن، إذا هذه الضمائر اتصلت بليس ومحلها الرفع، محل رفع اسمها. لذلك أقول لست أرتوي، والفعل هنا نغيره بما يتناسب مع الضمير، لست أرتوي، لست أنت، لست ترتوي، لستي ترتوي، وهكذا. نعم، هل من سؤال آخر يا فارس؟ ألو، تمام، شكرا لك، أهلا وسهلا، هلا حبيبي. نكمل نساء فادية. نعم، أيضا القواعد الكثيرة مثلا المنادى، نعم. استخرج منادى وحدد وبين نوعه، أو نعم.
حول المنادى المبني إلى معرب والمعرب إلى مبني. تماماً. إذن هنا يجب أن نتعامل مع كل سؤال من أسئلة هذه القاعدة. أيضاً في كم الخبرية والاستفهامية. تماماً. كم الاستفهامية، كيف نميز بين كم الخبرية وكم الاستفهامية؟ كم الاستفهامية يأتي بعدها اسما مفردا منصوبا يعرب تمييزا، أما كم الخبرية فيأتي بعدها اسم مفرد أو جمع مجرور يعرب مضافا إليه. أو ربما جملة أدخل مرة عليها نعم كم الاستفهامية ومرة كم الخبرية، ولكن أن يحدد. هنا يجب أن ننوه إلى الطالب. تمام. عندما نقول له أدخل كم مرة على لتكون استفهامية ومرة لتكون خبرية، تمام، يجب أن يحدد كم استفهامية حتى لا يذكر الخبرية وبعدها الاستفهامية وطلب منه في نص السؤال استفهامية مرة وخبرية مرة. يحدد استفهامية نقطتان، يذكر كم مثلا موكب تهادى، نعم، كم موكبا تهادى، نعم. هنا يقول هذه استفهامية، نعم. إذن أن يقود، نعم، أن يقود المصحح إلى الإجابة. مثلا أيضا كأن يقول كم موكب، هنا يقول أنها خبرية. تمام. أنها خبرية، خبرية كم موكب. إذن يدخل كم ويحدد أنها استفهامية وأنها خبرية، وإلا سيعامل حسب ترتيب السؤال. إذا طلب منه استفهامية يجب أن يذكر أولا استفهامية، وإذا طلب منه بعد ذلك الخبرية. ولكن هنا إذا تاه الطالب وذكر الخبرية قبل الاستفهامية ضاعت درجة السؤال. تمام. يعني حتى أحيانا يعني ربما نغير بين لا النافية مثلا ونحولها إلى لا الناهية الجازمة. نعم. على سبيل المثال يعني لدينا بيت مثلا يقول البيت يبلى على الأيام وتشيب ناصية الرجال ووجدهم لديارهم لا يأتلي بمزيد لا يأتلي. هنا لا نافي. طيب إذا طلب منا أن نحول هذه اللا النافية إلى لا ناهية جازمة، لا تأتلي، لا تأتلي مع حذف حرف الألف. تماما تماما. يعني هنا تغيير نحوي، يجب الطالب أن ينتبه إليه جيدا. نعم. إذن يجب على الطالب أن ينتبه هنا إلى اللا أنها أصبحت لا ناهية الجازمة، وأيضا وعلامة الجزم حذف حرف الألف، نحول الفعل إلى مخاطب هو لا تأتلي. من شروط الناهية أن يكون أن تكون لا داخلة على المخاطب. تماما تماما. نعم. يعني لا يعني يعني ربما هو يحذف حرف الألف لأنه يعني يعرف أن لا ناهية الجازمة تحذف حرف، يكتب نعم، لا يأتلي. إذن هنا لم يسمع هو شيئا. هو رأى لا، فبالتالي أخذ القرار مباشرة وتركها. نعم. كما هي، ولكن في ذهنه أنه حولها، أنه حولها. دكتور، نريد أن ننوه للطالب، عفواً. نعم. نريد أن ننوه إلى الطالب أن يبتعد عن الحفظ البصم للقاعدة. تماماً تماماً. يعني أن يطبق. أن يعني يطبق. نحن أن يقوم هذه القواعد بتطبيقها. تطبيقها. نعم. على النصوص، وأن يتعامل مع أي سؤال. أسلوب المدح والذم مثلاً إذا وقفنا عنده. اعتاد الطالب اجعل كلمة مثلا الوطن مخصوصا بالمدح على أن يكون الفاعل. ربما يأتيه سؤال حول الفاعل من اسم إشارة إلى اسم ظاهرا، أو من اسم معرف بأل إلى مضاف إلى معرفة أو إلى ضمير مستتر. إذن يجب أن يتعامل مع القاعدة على أنها مهارة ويكتسبها، وأن يتعامل معها بعيدا عن الحفظ لهذه يعني أسد القواعد أستاذ محمد يعني كثيرة، وأيضا يعني ما على الطالب إلا أن يطبق وأن ينتبه إلى تطبيق هذه الأسئلة. يعني مثلا لدينا الأسلوب الأمر، أسلوب الأمر. طبعا أسلوب الأمر دكتور يتألف من ثلاثة أنواع. عفوا لدينا اتصال. نعم تفضل يا داني. أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا تفضل أستاذ. هلأ أنا بالموازنة. نعم. بخربت كثير فيها. طيب هل من سؤال آخر؟ لا بس هاي إنه إذا بتلم إنه بتشرح. نعم نحن عرضنا قبل قليل يا داني، قبل قليل عرضنا نماذج للموازنة، وعلى كل حال إذا بقي لدينا متسع من الوقت سنعيد، أو ربما يعني شاهد الندوة في الإعادة أو على صفحة الفيسبوك تصلك الإجابة. إذا بقي أعدك إذا بقي لدينا وقت سنعيد لك. يا ريت أستاذ إن كان مقطوع الكهرباء ولا إجي. خلاص نعيد لك. نعم. نعم نعيد لك مباشرة. يعني شاهدنا الآن لدينا أمثلة موجودة لدينا، سأعرضها على الشاشة مرة أخرى يا داني. تكرم يا داني أنت
وكل طلابنا. لدينا مثال يا داني نشاهده على الشاشة كما قلنا قبل قليل، قال الشاعر بدر الدين الحامد: حرام علينا أن ننال لبانة وهذا الزمان النقد صلا وجالا. وأيضا قال الشاعر ابن زيدون: نحن إن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسا بقربهم قد عاد يبكينا. ننظر إلى البيتين، إلى نقطة التشابه بينهما ونضعها. إذا التشابه كما نلاحظ على الشاشة أن الشاعرين تحدثا عن الزمان، أو كما هو مكتوب كلا الشاعرين تحدث عن الزمان، كلاهما تحدث عن قسوة الزمان، كلاهما تحدث عن معاناة الحب، كلاهما تحدث عن فراق المحبوبة. وربما يعني إذا الطالب أبدع بشيء جديد يعني هذا لا يضير تمام. بالإجابة الصحيحة. هذه نقطة تشابه، أي نقطة من هذه النقاط فهي صحيحة وينال الطالب عليها الدرجة. لو انتقلت إلى الاختلاف، لاحظ يعني الآن لدينا عدة اختلافات بين الحامد وابن زيدون. فمثلا الحامد يقول الزمان نكد، أما ابن زيدون يقول الزمان متقلب بين الضحك والبكاء. أيضا الحامد أقر بمنع نيل الرغبات، أما ابن زيدون أقر بإضحاك الزمان له تارة. أيضا الحامد: الزمان صال وجال. أيضا ابن زيدون: الزمان يضحك ويبكي. أيضا الحامد: الزمان لا يلبي رغباته، أما ابن زيدون: الزمان متقلب. هل لديكم أي تعليق يعني حتى تصل المعلومة إلى الإجابة كررت طلابنا؟ مرتين نعم، الآن إذا واصلة. يعني نرجو أن تكون قد وصلتك الإجابة الحقيقية. نعم، نور من حلب، تفضلي يا نور، مساء تفضلي. الخير. أهلا وسهلا. بس أستاذ في عندي سؤال عن النعت والمنعوت. النعت والمنعوت، نعم. بس إنه بدي مراجعة له. نعم. بس بدي مراجعة لأنه خربت فيه. تكرمي يا نور، هل من سؤال آخر؟ لا أستاذ يعطيك العافية. أهلا وسهلا بك نور، تفضل أستاذ محمد. النعت هو من يعني كوننا نتحدث عن نعت القواعد، عن جانب في إطار القواعد، القواعد. نعم. النعت تابع، هو طبعا من التوابع لما قبله، يسمى المنعوت أو الموصوف. يجب على الطالب هنا أن يعرف شيء مهم، وهو كثيرا ما يأتي في الامتحانات: بماذا يطابق النعت المنعوت؟ نعم. هناك شروط للمطابقة: الإفراد، التثنية، الجمع، التعريف، التنكير، التذكير، التأنيث، وحركة الإعراب. لنأخذ مثال، مثلا: رأيت طالبا ذكيا. طالبا منعوت وذكيا نأخذ من نعت. الكتاب، من كتابنا أستاذ محمد لو كتاب سمحت، مثلا: حرام علينا أن ننال ننال لبانة لبانة وهذا الزمان نكد صار الزمان وجالا. النكد مثلا، نعم. الزمان النكد، الزمان منعوت والنكد هو نعت. طابق النعت منعوته بالتعريف، بالتذكير، بالإفراد، وبحركة الإعراب. هذا شيء مهم. طيب. وهناك قاعدة هامة جدا في النعت، وهي: إذا كان المنعوت جمع لغير العاقل يجوز أن أنا يأتي قبل النعت. أنا أستاذ محمد عفوا، نعم. يعني قبل حتى يعني نعم. يفهم طلابنا، نعم. قبل أن أنتقل إلى نعم. هذه الحالة، يمكن أن نسميها حالة شاذة يعني أو نعم. حالة استثنائية. يعني النعت أو الصفة تطابق موصفها بالإفراد أو التثنية أو تثنية. الجمع، والتعريف أو أو التنكير، التنكير والتذكير أو أو التأنيث، التأنيث وحركة والعلامة العرب. العربية أو العلامة العربية الحركة مشتركة. العربية. إذا نعم. هذه شروط المطابقة. هو من التوابع، الصفة من التوابع، تماما يتبع ما تتبع. قبله. هناك تابع ومتبوع. نعم، يتبع طبعا. ما قبله. تمام. إذا هذه أول حالة، هذه نعم. أول حالة. لو انتقلت إلى النقطة التي تتكلم عنها أستاذ محمد. هنا كنت أقول أن المنعوت إذا كان جمع لغير العاقل يجوز أن يأتي النعت مفرد مؤنث. لنفترض أنا أقول مثلا: رأيت مدارس جميلة أو مدارس كبيرة، فالمدارس هي منعوت جمع لغير العاقل، فجاز لنا أن نقول جميلة أو كبيرة. هذه صحائف نعم. مرقومة، صحائف نعم. مرقومة جمعت من الأنباء كل تليد، فالصحائف نعم. هي منعوت غير عاقل، ومرقومة هي نعت مفرد مؤنث. تمام. تمام. يعني هنا في هذه الحالة يعني فقط أنوه، يعني عندما يطلب على سبيل المثال الطالب أن يحدد النعت والمنعوت، يعني لا يذكر الطالب، لا يذكر القاعدة، وإنما يبحث عن الحالات التطابق الموجودة في الجملة. يتقيد بالسؤال، عليه أن يتقيد نعم. بالسؤال. نعم. بماذا طابق النعت منعوته؟ أستاذ محمد، هذا ما نلاحظه في تصحيح العينات أو في التصحيح، أحيانا الطالب يكتب كل القاعدة. الحالات، يكتب القاعدة، القاعدة، وهنا لا ينال الدرجة. نعم. أو حتى عندما يطلب يحدد. من السؤال، عندما يطلب نعم. من السؤال مثلا: استخرج نعتا ومنعوتا، يكتب النعت دون أن يحدد هذا نعت وهذا عليه أن منعوت، يحدد أيضا لا ينال خمس الدرجة. درجات، وبالتالي أوجه المطابقة الخمس تماما الأخرى.
تماما. أما الحالة فقط أؤكد على الحالة التي ذكرتها، يعني عندما أقول مثلا على سبيل المثال الجبال الراسية، الجبال جمع لغير العاقل، جمع لغير العاقل، أما الراسية جاءت مفرد مؤنث. فلذلك أقول أنا إذا جاء الموصوف أو المنعوت جمعا لغير العاقل يجوز أن يعامل معاملة المفرد المؤنث، ولكن لا يخالفه في التعريف أو تمام تماما. الجبال طبعاً الراسية طبعا يعني نعم. المخالفة لا تكون في كل الحالات. نعم نعم تماما. ننتقل إلى الجملة. الجملة قد تأتي الصفة أو النعت قد يأتي جملة. نعم نعم، ومن شروط جملة الصفة يعني يكون لديك حماس في التحدث أنسة فادية، يعني تطرقي إلى نعم جملة الصفة. أن تكون جملة الصفة فيها ضمير يشتمل على الموصوف النكرة. نعم. إذن وقد ربما يعني هذا من الطالب هذا الذي يجعلنا نقول بعد النكرات. نعم. صفات. نعم. نعم، ولكن أن تشتمل هنا ضمير. يقف الطالب عند كلما هبت الأرياح خافقة تجر، هنا قد يأخذ كلمة تجر على أنها خافقة عائدة على خافقة، لا، يجب أن يعود الضمير على نكرة. طبعا. خافقة. نعم. هي حال للرياح، وجملة تجر أيضا حال للرياح. إذن يجب أن يميز. نعم. أن هذه الجملة على من تعود إذا عادت على نكرة، ولكن لا ربما لا يأتي قبلها مباشرة، وربما يكون ضمير مستتر أو ضمير بارز، ضمير بارز أو مستتر عائد على الموصوف النكرة وتتبعها في المحل. فإذا كان الموصوف أو المنعوت مرفوعا تكون في محل رفع نعت أو رفع صفة، منصوبا في محل نصب إذن تتبعها في المحل. ربما يطلب إليه أيضا حول النعت من مفرد إلى جملة ومن جملة إلى مفرد. نعم، يعني عندما نعم. نقول مثلا جاء رجل يسعى، إذا في محل رفع صفة، شاهدت نعم. رجلا يسعى في محل نصب صفة، مررت برجل نعم. يسعى في محل جر صفة. نعم. حسب المنعوت يعني وحركة المنعوت. تمام. فيه نرجو جنات جرت تحتها نعم. الأنهار. تمام. نعم. يعني جنات جارية. نعم. نعم. يعني نرجو أن يعني يكون وصل ما شرحناه، ولكن فيه جنات جرت تحتها الأنهار والرزق جمد، يعني ذكرتني أيضا بشيء هو تقدم الخبر على المبتدأ في كل شبر. نعم. من ثراها سيرة لبطولة نعم. سطرت بسيف شهيد. تمام. أيضا تقدم الخبر على المبتدأ لهم أثر. نعم. لهم أثر للجور في كل نعم. بلدة، هناك الكثير من الأمثلة في الكتاب. إذن أيضا نعم. يعني من حالات تقدم الخبر على أن يكون المبتدأ نكرة والخبر شبر جملة. نعم. أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على الخبر، مثلا للعلم فوائده. نعم. هذه الهاء في المبتدأ فوائده، وأن يحدد الطالب هذا الخبر في كل إجابة يجب أن يتعامل بدقة. تماما. في كل إجابة هذا الخبر للعلم، هنا الخبر للعلم، تقدم الخبر على المبتدأ، والأصل في المبتدأ أن يكون في بداية الكلام، ولكن إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة فيه جنات، إذن هنا تقدم الخبر فيه شبه الجملة على المبتدأ جنات، لأنها جاء نكرة المبتدأ. طبعا للعلم فوائده، في المبتدأ فوائده ضمير يعود على الخبر، أو إذا كان الخبر من أسماء الصدارة. من الرجل؟ من أنت؟ من أنت؟ ما أنت؟ وقد وزعت روحك في عهدين من شاسع الماضي ومن داني، لأن نعم. الخبر من أسماء الصدارة. نعم. 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 تماما. يعني أنا أريد أن توقف عن القواعد حتى لا يضيع التعبير. يجب أن نعطي التعبير. نعم. يعني ربما يعني بقي لدينا وقتا. نعم. يعني يجب أن نستثمر ذلك في التعبير. أستاذ محمد، يعني أيضا هناك الكثير من لدينا سؤال عن سألت إحدى الطالبات عن التقطيع العروضي، عن التقطيع العروضي. نعم. فقط يعني لدينا مثلا مثال قطع عروضيا الشطر الآتي، يعني هذا السؤال يأتي دائما من النص المذكور، فكيف يقطع الطالب هذا؟ طبعا هذا يحتاج إلى تمرين، يعني ويعتمد على تمرين الإذن وتمرين الكتابة يعني واليد. نعم. على نعم. الإذن وحفظ البحر وتفعيلات البحر. تماما تماما, تماماً. نعم. ولكن يعني كيف ينال الطالب علامة هذه الدرجة؟ يعني يمكن ربما تسعفها في كيف تحاسب في الامتحان، ما هي الدرجات؟ تماما. طالبة يعني حرة. نعم. بعض الطلاب يسألون عن الكتابة العروضية، هل نحاسب عليها؟ وإنما على تقصدين الخطوط، الكتابة العروضية الخطوط، أو
فقط نحن نحاسب على الخط تفعيل الى اي حرف وصلت، نعم الى اي خط نهايه التفعيل تماما تماما، حتى لو لم يذكر او لم يكتب هذه الحركات حركه سكون. نعم يعني نعم نعم نعم. يعني لدي مثال مثلا، ليس الربيع وان بشت ازاهره. نعم ايه يعني السؤال طبعا قطع هذا شطر وسمي بحره، يعني ليس الربي، ليس الربي طبعا الربي مستفعل. نعم عين وإن عو إن نعم فاعل فاعل وأيضا بشت أزا عدنا إلى مستفعل تمام هيره نعم. فاعل فاعل فالبحر بسيط تمام. إذا لكل تفعيلة، يعني ربما تسأل الطالبة عن ذلك، أنه لكل تفعيلة ينال عليها الطالب 6 درجات مثلا، ولتسمية البحر 6 درجات تماما، ولا ينال الطالب تسمية البحر إذا لم يذكر تفعيل. أقل شيء تفعيلتين، صحيحتين نعم. صحيحتين تماماً. ومتتاليتين نعم. أحيانا شرط أن تكون متتاليتين نعم. نعم. تماماً. تماما هذا إذا كان البحر يعني من التفعيلات المقسمة في 4 تفعيلات تماماً. يعني تماماً. في البيت نعم. نعم. كالطويل والبسيط وما إلى ذلك نعم. أعود حتى يعني الطلاب الأدبي لا يضيع حقهم، أيضا لدينا سؤال بالمنهج النفسي، الدراسة النفسية نعم. كيف يدرس الطالب هذه الأبيات؟ يعني طبعا يرد له في 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 3 أبيات أستاذ محمد، يعني بالورقة الأسئلة 3 أبيات، ويأتيه السؤال ويقول له مثلا مثلا هات 4 كلمات تنتمي إلى المجال المجال. لا، يأتي السؤال حرفيا، شكل من ألفاظ النص السابق معجما لغويا نعم. لمجال كذا حسب الأبيات نعم. ربما يكون ألم، ربما يكون معاناة، ربما يكون فرح أو حسب أي شيء معنى الأبيات آخر. حسب نعم. معنى تماما. أو الفكرة العامة للأبيات إيه؟ ثم أدرس تمثيل ذلك المعجم لمكنونات اللاشعور لدى الشعر. يعني هذا مثال ورد في في دورة من الدورات، وطني حتى ما ترتد الصبا دون أن تحمل من سلمايا رد قسما لولا أنيني ما اهتدى لسريري طيفها لما وفد زار الماما فما ملت إلى ضمي حتى تجافى وابتعد نعم. نعم. إذا نحن يعني الآن شكل من ألفاظ النص السابق معجما لغويا، نأخذ الكلمات التي تدل على الألم أو المعاناة، كلمات لها علاقة مباشرة بالألم تماما تماما نعم. إيه نأخذ هذه نعم. الكلمات يعني على سبيل المثال أنيني طيفها تجافى وابتعد نعم. نعم. هذه الكلمات طبعا يختلف من عام إلى آخر بعدد الكلمات، ربما أحيانا نطلب 3 كلمات، ربما أحيانا 4 كلمات ربما نعم. قد تزيد نعم. بعد أن ذكر الطالب هذه الكلمات يبدأ بالشق الثاني من السؤال، يقول شكلت ألفاظ هذا المعجم صورة عن معاناة الشاعر تمام. هو لما نعم. يعاني إذا نعم. حسب جعله يعاني في الأبيات نعم. معاناة نعم. الشاعر من الألم مثلا نعم. بعده نعم. عن تمام. المحبوبة مثلا أو قطاع الوصال بالمحبوبة نعم. طبعا هنا ينال جزء من الدرجة، يكمل نعم تمام. يكمل الذي يعكس مكنونات اللاشعور لديه. هذه نقطة هامة دكتور تماما. عكست مكنونات اللاشعور، يجب على الطالب أن يركز جدا على هذه الناحية نعم. عليه أن نعم ما مكنونات اللاشعور يعني أيضا هنا يعود إلى المعنى أيضا عليه أن يعود إلى المعنى مثلا نعم. رغبته في العودة إلى الوطن أو في عودة إلى لقاء المحبوبة نعم. جميل نعم. إذن قد تتنوع الإجابة حسب المعنى نوع الأبيات. بكل الأحوال الأبيات هي التي تتحكم بالمعنى تماما نعم. ولكن نحن سردنا مثال لا على مباشرة. أستاذ محمد ننتقل إلى التعبير، يعني التعبير نعم. هناك الكثير من يسأل من أبنائنا الطلاب عن كتابة الموضوع الأدبي، كيف يبدأ وكيف مثلا ينتقل من فكرة إلى أخرى وكيف يحدد الشاهد؟ طبعا يعتبر موضوع التعبير هاجس كبير عند الغالبين من طلابنا، ولكن أنا أطمئن الطلاب يعني فقط أستاذ محمد يعني الموضوع موضوع الأدبي يعني 1/3 علامة الدرجة بالنسبة لل 100 في الفرع العلمي و 120 في نعم. الفرع الأدبي تمام تمام يعني كبيرة من ليست الدرجة. العلامة بقليل، يعني الموضوعين أكثر من ربع العلامة تماما تقريبا 1/3 علامة تماما تماما نعم. فعلى الطالب هنا أن يقرأ نص الموضوع قراءة متأنية أكثر من مرة تمام، وإذا كان بإمكانه أن يحفظ النص فليحفظه، فبالتالي يجزئ أفكار النص كل فكرة على حدة، ولا ضير أن يقوم بكتابته على المسودة. أولا يبدأ بمفتاح الموضوع قراءة عندما نعم. نقول مثلا شكلت شكلت القضايا الوطنية والقومية مثلا هاجسا للأدباء تمام. إذا حد نعم. من المفتاح حدد الوحدة، جملة المفتاح هي الدخول إلى الموضوع نعم. لدينا اتصال نعم. عمر من دمشق، تفضل يا عمر. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. عفوا هلا عم اعطاك عن السؤال تبع الادبي، بس بدي اسالك عن التعبير الاجباري.
بل انتو بيجي كلات افكار، بس انا بخربط كتير بالشرح تبع هدول كلات افكار. يعني اذا في خطوات لحتى نشرح الافكار كلياتهم مع الفكرة الخارجية. عمر، نحن الان بدأنا بالحديث عن التعبير، لذلك نطلب منك الاصغاء جيدا واسمعنا. هل من سؤال اخر يا عمر؟ لا، بس على شرح الافكار الثلاثة اللي بيجي. نعم، تفضل استاذ محمد. كنت اقول ان الجمله المفتاحيه في نص الموضوع هي التي تخولنا لمعرفه الموضوع وحيثيات الموضوع. تمام. يعني لو اخذنا مثال، مثلا شغلت القضايا الوطنيه والقوميه اهتمام الادباء، او مثلا اهتم الادب المهجري بقضايا متعدده، او عالج الادب الوجداني قضايا متنوعه، او اهتم الادب الاجتماعي بقضايا متنوعه. هنا حصرنا الموضوع تماما وعرفنا عما يتحدث الموضوع. بعد ان نعرف اتجاه الموضوع وتحديد الموضوع، نأتي إلى الفاصل الأولى، إلى العنصر الأول. قبل الفاصل الأولى، نعم. أستاذ محمد، دعنا بالمقدمة. نعم. يعني أنا عندما حددت من المفتاح شغلت القضايا الوطنية والقومية اهتمام الأدباء، العرب، إذا نعم. أنا حددت الوحدة، فلذلك أكتب مقدمة. علينا أن نأتي بمقدمة. نعم، مقدمة تتعلق بأدب القضايا الوطنية تماماً. والقومية. هذه المقدمة قد تؤخذ من القراءة التمهيدية، أو من مفهومه العام للوحدة الكامل. للوحدة الكاملة. تمام. تماما. يعني يجب أن يتحدث عن أدب القضايا الوطنية والقومية ودور الأدباء أيضا. تماما. دور الأدباء، هل ماذا فعل الأدباء؟ كيف حرضوا الشعب إلى ما هنالك؟ طيب. وبعد ذلك يأتي إلى يأتي إلى فكر الموضوع. بعد قليل أنسي فادية ستعطينا مقدمة. نعم. فليكن. بعد قليل. تفضل. نعم. فنحدد الفكر، كل فكرة على حدة، ولا ضير أن نقوم بكتابتها على المسودة. كما أسلفت، موضوع التعبير له درجة قصوى من المادي. تمام. وكبيرة. فنكتب كل فكرة على حدة، نقوم بتوضيح الفكرة توضيح كامل، نلم بكل ثنايا الفكرة، نقوم ونحدد الشاهد الذي يتناسب مع بعد ذلك نضع بذهننا شاهد، ولا أيضا لمنع أن نقوم بكتابته كي لا ننسى الشاهد. نقوم بعد توضيح الفكرة بتمهيد. عذرا للمقاطعة. نعم. لدينا عبادة من ريزة. تفضل يا عبادة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. هلا ممكن سؤال على القراءة؟ تفضل. المقتطفات بس. نعم. المقتطفات. لم أسمع. مقتطفات. القراءة. تقصد الرواية. ايه. تقصد الرواية وليست المطالعة. ايه. نعم. بس ممكن تعيد لنا اياهم؟ تصل لنا اياهم على السريع. تمام. تكرم. سريع. اتابع. نجيبه بعد أن نكمل. نعم. بعدما نشرح الفكرة ونوضحها، نقوم بتوضيح معنى البيت، معنى الشاهد المرفق بالفكرة، وبعد ذلك نقوم بذكر اسم الشاعر ومن ثم نكتب الشاهد. ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الثاني. كما كتبنا في العنصر الأول نكتب في العنصر الثاني بنفس الطريقة، بنفس التراتبية، لأن هناك تسلسل منطقي في الموضوع. مع حسن الانتقال من فكرة إلى أخرى. لطف الانتقال من فكرة إلى فكرة، هذه تسهم في إغناء أسلوب الطالب. طيب. أستاذ محمد، حتى لا يضيع الوقت، يعني أنا فقط أريد الآنسة فادية أن يعني تقول لنا مقدمة مثلا، حتى نعم. يعني يعرف الطالب أننا لا نقيده بقالب محدد، يعني نعم. كما يريدنا وكما نسأل أنه هل الكتاب كله له مقدمة واحدة؟ يعني نعم. يستخدم هذه المقدمة في كل المواضيع؟ لا، طبعا لا يمكن، لا يمكن ولا ينال. ومن هنا نقول له لا ينال الدرجة على المقدمة إذا كانت مقدمة كما على شكل قالب. المقدمة نعم. عليها أن تكون من الوحدة. تمام. التي تتناول حتى لا يضيع الوقت منا. كان نعم. يذكر الطالب في وحدة الأدب المهجري متى بدأت الهجرة؟ منذ أواخر القرن التاسع عشر شرعت مراكب المهاجرين إلى المهاجر الأمريكية وتعددت أسباب الهجرة. كان يذكر أسباب الهجرة وأن يذكر الموضوعات التي تناولها أدباء المهجر، وينتقل ويؤكد بأن الأدباء كانوا من بين الذين هاجروا وعبروا عن معاناتهم في بلاد الغربة. فالمقدمة يجب أن يركز طالب على أمرين، هو دور الأدباء. تمام. مع يعني اسم الوحدة المطروحة أو القضية المطروحة. فهنا عندما تناولنا أدب مهجري يذكر. يعني تقريبا أنسة فادية، أنت قلت الآن مقدمة، يعني الآن أستاذ محمد إذا أراد أن يقول مقدمة قد تختلف عن المقدمة، وكلاهما صحيح، وربما أنا أقول مقدمة وأيضا تكون صحيح، وأيضا الطالب يقول مقدمة، ولكن مهم أن هذه المقدمة هي مفتاح يدخله في الفكر الموضوع. يعني على سبيل المثال كونك تحدثت عن الأدب، هل تريد أن تقول شيء أستاذ محمد؟ كنت أريد أن أقول مقدمة أخرى. تفضل وأنا أقول مقدمة. تفضل. لا، 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 لا،
بخصوص الأدب المهجري كوننا تحدثنا عن الأدب المهجري. كنا نتحدث عن الأدب القضائي ولكن الآن سفاديا قفزت بنا إلى المحل الثاني. انتقلنا للتغيير فقط. تفضل. كنت طبعا هي الصيغة ستختلف. تمام. كنت أقول لقد مثلا صور الأدب المهجري معاناة المهجريين الذين تركوا أوطانهم وغادروها تحت وطأة الاحتلال والمعاناة السياسية والاقتصادية التي عانى منها الوطن. وكان الأمل يحدوهم إلى رغد من العيش وإلى معيشة مثالية ربما يجدونها في ديار الغرب، فإذا بهم يصطدمون بصخور الغرب القاسي وتتكسر أحلامهم على تلك الصخور، وإذا بلقمتهم جاسمة بفم السبع فليس من السهل الحصول عليها، وليس دروبهم معبدة بالورود والرياحين كما كانوا يعتقدون. تنال 10 من 10 أستاذ محمد، وأنا ربما أقول مقدمة على يعني تخص ذلك، يعني ربما نقول أنه مثلا هاجر الكثير من الشبان من الوطن العربي لا سيما من سوريا ولبنان إلى الأمريكيتين. نعم. وكان ذلك بسبب إما ظلم الدولة العثمانية أو لتحسين مستواهم المعيشي والاقتصادي أو ربما لدوافع أخرى. نعم. يعني كما هو ربما لأسباب خاصة. فشكل هناك روابط أدبية كانوا يجتمعون ليلقوا فيها لواعج أنفسهم من همومهم. نعم. من بعدهم عن الوطن، فيها حرقة من البعد عن الوطن وشوق إلى الأهل والأحبة والتوق للعودة. نعم. والتوق في العودة. نعم. إلى. نعم. الوطن. نعم. إذا لاحظ نحن الآن يعني ربما قلنا كل مقدمة تختلف عن الأخرى وهي مناسبة للدخول في الموضوع. نعم. طيب لو انتقلت أنا مثلا إلى الفكرة، يعني هذا ما يمكن أسألنا الطالب ونسأل كثيرا أنه كيف يكتب هذا الموضوع. طبعا في الأدبي لدينا أربع أفكار، واحدة توصيفية وثلاثة. نعم. من الكتاب. تماما. وفي يعني عندي اثنتان بواحدة. لو انطلقنا عن سفاديا من أي فكرة، يعني على سبيل المثال لو قلت أنا مثلا شغلت القضايا الوطنية والقومية اهتمام الأدباء العرب في العصر الحديث مثلا. نعم. ففضحوا تجهيل الشعوب. تجهيل الشعوب. نعم. طبعا المحتل العثماني فضح تجهيل الشعوب. كيف هنا الطالب يجب عليه أن يشرح الفكرة شرحا وافيا، يبدأ بربما يستفيد من الفهم العام للقصيدة قبل أن يعني. نعم. ينقل الفكرة كما هي، ينقل بداية. نعم. تسمية الفكرة. نعم. بعد الربط طبعا. تماما. ينقل بعد الربط. إيه؟ عندما ينتهي من كتابة المقدمة يجب أن تكون هناك عبارات ربط. فمن الشعراء من أجاد في ذكر ثم يذكر اسم الفكرة، هناك من الشعراء. نعم. من فضح ممارسات. نعم. العثمانيين في تجهيل الشعوب. هناك أدوات ربط متعددة. تمام. لا أن يقولب الموضوع أو يعتمد على قالب جاهز وأن يركز على هذه الأدوات. إذن يتحدث في شرح الفكرة بالعموم ثم يخصص عند الشاعر بعد يعني لو ذكر اسم الشاعر. تمام. يمهد يعني أستاذ محمد يعني. نعم. تحدثت الآن سفاديا فضحوا تجهيل الشعوب، يعني المحتل العثماني فضح تجهيل الشعوب. نعم. أو فضح تجهيل الشعوب عند العثمانيين. نعم. تفضل. ربما سأقوم بطرح طريقة غير الطريقة التي طرحتها. نعم. الزميلة هنا كما أسلفت يجب أن نستخدم أدوات ربط كي لا يكون هناك قالب جاهز أو كي لا يكون هناك نوع من التكرار. فسنقول إضافة إلى ذلك فقد فضح هؤلاء الأدباء سياسة تجهيل الشعوب. نعم. هذا فالمستبد الظالم اتبع سياسة تجهيل الشعوب وإبقائها في حالة من الجهل والتخلف كي يسهل عليه السيطرة عليها، وهذا ما حصل في قبلة العلم والمعرفة بغداد، هذه المدينة التي كانت قبلة للنور والمعرفة التي نشر فيها الجهل، وكأنه وباء خطير لا براء منه ولا شفاء منه. وهذا ما أكده الشاعر الزهوي بقوله بغداد دار العلم قد أصبحت بها داء يهددها داء من الجهل معضله. أستاذ محمد أنت أخذت شاهد من قوة العلم، ولكن نحن في القصيدة الأولى عن المحتل العثماني، يعني حتى لا يضيع طالبنا، يعني عندما قلت أنا فضح تجهيل المحتل العثماني لأبناء الوطن. نعم. مثلا وبغداد دار العلم قد أصبحت بهم يهددها داء من الجهل معضل. نعم. يعني ممكن أن يعني أنا ربما أقول مثلا أنه لقد فضح الشعراء هذا المحتل العثماني الذي مثلا احتل وطننا العربي لفترة طويلة من الزمان وأذاق الشعوب كل ويلات الظلم والقهر والتعذيب والجور تماما مما جعل الشعراء يرفعون بأصواتهم عالية عاليا. نعم. منددين بهذا المحتل المستبد العثماني الذي قام
بتجهيل الشعوب، وهذا ما أكده شاعرنا الزهاوي قائلا: وبغداد دار العلم قد أصبحت. قبل أن يذكر الشاهد لابد أن ننوه بأن يمهد للشاهد بمعنى البيت، يخصص يعني نعم. بعد أن شرح الفكرة بالمطلق والعموم يخصص أو يمهد لفكرة البيت. نسأل كثيرا بأن هل يذكر الطالب شرح البيت؟ لا، وإنما الفكرة يمكن يستطيع بعض الكلمات يعني لكي يربط بين الفكرة معنى مقتضب ومختصر. على كل حال يعني دهمنا الوقت للأسف لا يسعني في نهاية هذه الندوة الحوارية إلا أن أشكر الآنسة فادية المدرسة في تربية حماة والأستاذ محمد قزيحة المدرس في تربية طرطوس، والشكر موصول لكل من ساهم معنا في إعداد هذه الندوة وتجهيزها كاملا. نتمنى أن نكون قد وفقنا بما قدمناه، على أمل اللقاء بكم في ندوة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.